تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. أي فضل هذا؟ فما أحوجنا إلى الصلاة لنطهر قلوبنا، لنطهر أرواحنا، لنطهر أبداننا من أضران المعاصي، من أشواك الذنوب. إذا وقعت قدمك في بؤرة معصية وجذبت أشواك الذنوب ثيابك، فما عليك إلا أن ترفع قدمك وأن تطهر ثوبك بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن تسرع لتتوضأ ولتسبغ الوضوء ولتركع ركعتين ولتطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وأنت على يقين مطلق بأنه جل وعلا سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عن العالمين. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. من أجل ذلك الله يحفظك يا شيخ حسين، شدد القرآن وشدد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في المحافظة على الصلاة، وحذر من تركها، بل ومن التكاسل فيها، بل ومن تضييعها. كم من مسلم ضيع الصلاة الآن، وكم من مسلمة ربما يجف ريق زوجها إن كان صالحا ليوقظها لصلاة الفجر. أمر مؤسف ومؤلم. قال الله حافظوا، أمر من الملك، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والحنيف هو المائل عن الشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. انظر إلى هذا الوعيد الشديد وإلى هذا الترهيب. قال الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. انت عارف غيا يعني ايه؟ هل تعلم ما هو الغي؟ فسوف يلقون غيا. ما الغي؟